مشرف، بلعب في النادي الأهلي وفي منتخب مصر. بدأت بينج بونج من وأنا عندي 8 سنين. كنت في الأول بطلة جمهورية تحت 12، وبعد كده بطلة جمهورية تحت 15، وبعد كده بدأت ألعب بطولات أفريقيا وبطولات العرب. أخذت بطولة أفريقيا تحت 18 وتحت 21. لعبت برضو بطولات دولية كتير، يمكن أهم واحدة فيهم كأس العالم تحت 18، أخذت ميدالية برونزية. اتأهلت للأولمبياد لندن 2012 وخسرت في ثالث راوند. لسه واخدة قريب بطولة كأس أفريقيا في الكاميرون، دي كانت المرة الثالثة ليا إن أنا آخد البطولة دي، والبطولة دي بتأهل لكأس العالم، فإن شاء الله عندي في شهر 10 جاي بطولة كأس العالم تبقى في اليابان. أكيد أنا شايفة إن يعني بيبقى شوية الاهتمام أكتر على كرة القدم، مع إن أنا بحس إن البينج بونج ناس كتير قوي في مصر بتحبها، يعني أي مكان فيه ترابيزات بينج بونج بلاقي بيبقى زحمة عليه والناس كتير بتحب تلعب. فلو بقى فيه اهتمام أكتر والإعلام ركز أكتر على البينج بونج، أنا بتلاقي ناس كتير هتبقى حابة الموضوع وهتبدأ إنها تيجي تتفرج علينا في البطولات اللي هي بتبقى في القاهرة. فإن شاء الله نفسي يعني إن أنا آخد بطولة أول في الفردي إن شاء الله وأتأهل لأولمبياد 2016.